لطالما ترجمت الموسيقى أقرب المشاعر لقلب الإنسان، فهي تحكي قصصنا وتشكل ثقافتنا عبر العصور. في حلقة اليوم سنرى عن قرب كيف استحوذ عباقرة وأساتذة الموسيقى على جوهر عصرهم من الشرق إلى الغرب. في معرض الذخائر بمكتبة محمد بن راشد مجموعة مختارة بعناية لقطع نادرة محورها الموسيقى، مما جعل الاختيار صعبا لحلقة اليوم، لكنها فرصة لترك قطع أخرى لحلقاتنا القادمة. الخديوي إسماعيل أول من حمل لقب خديوي في مصر، وهو لقب اختص به ولاة مصر العثمانية دون غيرهم من ولاة الدولة العثمانية. منذ عام 1866 وحتى عام 1914، في فترة حكم الخديوي إسماعيل تم العمل على تطوير الملامح العمرانية والاقتصادية والإدارية في مصر بشكل كبير، ليستحق لقب المؤسس الثاني لمصر الحديثة بعد إنجازات جده محمد علي باشا. فخلال تلك الفترة تم الانتهاء من حفر قناة السويس وإنشاء قصور فخمة مثل قصر عابدين، كما تم إنشاء دار الأوبرا الخديوية، أقدم دار أوبرا في كل أفريقيا، مما يعكس اهتمام الأسرة الخديوية بالموسيقى. وفي الطابق السابع من مكتبة محمد بن راشد مخطوط عربي في علم النغمات والموسيقى من عام 1895، ألفه الأديب المصري عثمان بن محمد الجندي شاعر العائلة الخديوية في ذلك الوقت. ويحوي الكتاب فصولاً في تعريف الصوت والنغمات وتأثيرها على الإنسان. كم هو مدهش سماع أصوات ونغمات تبلغ من العمر مئات السنين، وهذا ما نحصل عليه من خلال قطع تاريخية كالتي نراها هنا في الطابق السابع بمكتبة محمد بن راشد، كأوبرا لحفل زفاف ملكي من عام 1736. تميزت إنجلترا الجورجية والتي سميت بذلك نسبة لعهد الملوك البريطانيين الأربعة الذين أطلق عليهم اسم جورج من عام 1714 إلى عام 1830، كما تميزت تلك الفترة بالأناقة المعمارية والحيوية الثقافية التي يغذيها عصر التنوير والطبقة الوسطى الصاعدة، وظهرت فيها شخصيات بارزة عدة، منها جورج فريدريك هاندل، ملحن باروكي اشتهر بأوبراته ومؤلفاته الموسيقية، حيث ترك مزجه المبتكر للأساليب تأثيراً دائماً على الموسيقى الغربية. هنا تأتي هذه المؤلفة أتلانتا، وهي أوبرا مكونة من ثلاثة فصول تستند إلى بطلة أسطورية من الأساطير اليونانية القديمة. وقام هاندل الذي ينسب له الفضل في تعريف لندن بالأوبرا الإيطالية بتأليف أتلانتا لحضور حفل زفاف فريدريك أمير ويلز والأميرة أوغوستا من ساكس كوتا عام 1736. تتحدث القطعة التالية عن نفسها ليس بالشكل أو بالكلمات، بل بلحن أسطوري لأحد أعظم عباقرة الموسيقى بيتهوفن. هذه النغمات الأربع للسيمفونية الخامسة لبيتهوفن ارتآها بأنها القدر يطرق الباب، مما يعكس صراع بيتهوفن مع صممه المتزايد والتوتر الدرامي في حياته. وقام بتأليف أجزاء من السيمفونية أحياناً حتى الفجر، تغذيه القهوة ودافعه الدؤوب لتحقيق الكمال. ورغم حالة صمم بيتهوفن المتزايدة طوال حياته، حتى أنه فقد حاسة سمعه تماماً في الأربعينات من عمره، إلا أنه استمر في تأليف بعض أعماله الأكثر شهرة في تلك الأثناء. وعندما ألف بيتهوفن سيمفونيته الخامسة بين عامي 1804 و1808
كان يعاني من فقدان السمع بشكل كبير، ولكنه لم يكن أصما تماما بعد، واعتمد على طرق أخرى مثل الشعور بالاهتزازات للمساعدة في تكوينه. وعرضت سيمفونية بيتهوفن الخامسة لأول مرة في مسرح أندر فيينا في 22 من ديسمبر عام 1808. ومع نهاية حلقتنا نترككم مع مقولة من الكاتب الفرنسي الشهير للبؤساء فيكتور هيوغو: الموسيقى تعبر عما لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، وما لا يمكن الصمت عنه.